أظهرت تسريبات جديدة التدخل المباشر للنظام القطري في السياسة التحريرية لقناة الجزيرة القطرية، حيث تضحط هذه التسريبات مزاعم قطر حول استقلالية القناة. لم تقف قناة الحكومة القطرية عن مواصلة خطابها التحريضي وأسلوبها الهدام البعيد عن المهنية وأخلاقيات التعبير الحر، ولم يعد جديدا على المشاهد العربي تحكم النظام القطري في رسم السياسات وأجندة الجزيرة، وإن ادعى استقلالية القناة عنه لتظهر تسريبات جديدة تثبت توظيف نظام الدوحة للقناة في أهدافه المشبوهة. والشخص اللي نفسك بينه وبينكم من أصل على التلفون محمد الاتفاق هو الاتفاق هو إن أي حد بهذه الليبيا يقول ممنوع بدي البرنامج على ليبيا تكلم على ليبيا ماشي لكن بهذه الليبيا لكن الشخص اللي اسمه عبد الله منصور كانت بن ثامر يتصل فيه بالست مرات سبع مرات ما يرجع فيه حمد بن ثامر الاسم المقترح من رئيس وزراء قطر السابق هو من أشرف على تأسيس قناة الجزيرة عام 1996 ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشبكة بالوقت الحالي كان قد أثبت في سنوات الجزيرة الأولى رعاية النظام القطري للقناة واستبساله بالدفاع عنها لتكون مرآة سياساته الهدامة لولا رعايتك ودعمك لهذا المشروع طويل العمر ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه فهذه كلمة حق يجب عرفان يجب أن نذكرها سمو الأمير حقائق ومؤامرات عديدة كانت أزمة قطر كافية لكشفها وفضح زيف شعارات الدوحة حول الحرية وتعرية شبكة قنوات الجزيرة وتوابعها كونها مجرد أدوات رخيصة في يد النظام القطري فاقدة للمصداقية والتأثير تعكس سياسات وتوجهات نظام الدوحة المحرض على الكراهية والعنف وانحيازه إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتبرير أعمالها الإجرامية وقض الطرف دائما عن الداخل القطري.